السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى. الفيديو السابق اللي كنت درت ديال تحضيرات رمضان باش ما يجيش طويل بزاف، قررت باش أني ندير الكونسونطري أو المركز ديال الليمون في فيديو بوحدو. لهذا دابا غادي ندير معكم إن شاء الله المركز ديال الليمون. ما كتشوفوا معايا هنايا، عندي الليمون هنا تقريبا عندي شي 2 كيلو. عندي هنايا هذا الليمون اللي غسلته مزيان، ودائما تنقولها لكم الليمون نغسلوه ديما بشي شي ساعه حتى تكون حرشه باش يتنقاو ليه المسام، لان غادي نستعملوا هذه القشره ديالو. الحاجه اللي جديده في هذا المركز اللي غادي ندير معكم اليوم هو انه ما غاديش نستعملوا الحكاكه. نورمالمون كيف هو معروف ملي تنبغيو نصاوبوا الكونسونطري ديال الليمون ولا ديال الحامض تنستعملوا الحكاكه، تنحكوا لو زيست ديال الحامض او ديال الليمون في هذا الراس الرقيق باش نهزو غير الزيت يكون بوحدو ما تكونش مع القشره البيضاء. ولكن كاين اللي بحق مع الحكاكه، معنا جربت داك العام الكونسونطري ديال الحامض وكنت درتو بالحكاكه. الا بغيتو الفيديو راه نخلي لكم في صندوق الوصف. هو في حقه جا زوين وكلشي، ما فيه حتى شي مشكل، غير هو بالحكاكه شويه في حقه تيضيع شويه الوقت، وكاين اللي ما تقدرش عليها تضربو هكذا في يدي ولا شي حاجه. المهم عليها غادي من هذا العام ان شاء الله ما غاديش نديروا الحكاكه. الحاجه اللي غنستعملوا هو هذا لي بيلشور، هذا المصدر الخضره اللي تيعاون بزاف وتيحيد حتى هو غير ديك القشره الفوقانيه كما كتشوفوا، يعني تيجي ساهل ما تتقاش نهائيا هذيك القشره البيضاء اللي تتمرر لينا العصير. طبعا ما نوركوش بزاف، لان الا وركنا بزاف غادي نهزو من هاد القشره البيضاء. اللي غنحاول ديما هكذا نجرو خفيف من الفوق. انت كي تشوفوا تجي ساهله بزاف وعمليه احسن من الحكاكه في الحقيقه. وفحق هاد الكونسونطري ديال الحامض ولا الليمون تينفع بزاف بزاف في رمضان، لان انا دابا شحال من عام تنديرو هكذا، تي كل وحده هكذا مزروبه ما نسالوش اني صوب شي عصير ولا، تقدر يزير كونسونطري ويدير فيه اي فخوي يبغى صافي، وتيكون هكذا العصير جاهز بلا ما نحتاجو اننا نوقفو عليه بزاف. ها نتوما يعني مهزوش غير القشره الفوقانيه بوحدها غير لو زيست، واللي عنده حتى هاد الموس او لا شنو نقول ليه، هذا حتى هو راه خاص غير لو زيست ديال الحامض، حتى هي في حقها تخدم مزيان، اللي عنده يستعملها تجي حتى هي احسن كاع. هذه ما تتقش نهائيا البيض، يعني تتهز غير لو زيست، حيت هي اصلا مخصصه غير للزيست بوحدو. راك تجي بهذه الطريقه حتى هي كتخدم بكل سهوله. انا غادي نحط تيجي ها هو شفت غير قشره بوحدها، يعني هادي غتكون حسن كاع. غير هادي غالبا هي اللي موجوده، يعني يقدر اي واحد يستعملها، او حتى القشره ديالها شتي ما تيوصلش كاع نهائيا للبيض، تيتهز غير ديك القشره الرقيقه الفوقانيه. ها هو هنا من بعد ما حيدنا ليه دوك القشيرات ديالو، دابا غادي نقول لكم الطريقه اللي غندير ليه باش غادي نطحنو، لانه خاص يكون رقيق كتشوفو تيجي طرف كبار، عليها غادي نطحنوه باش يجي رقيق ويطلق بزاف داك باش يطلق النسمه ديالو ويطلق داك الزيت ديالو اصلا اللي تيعطي داك النسمه مجهده في الكونسونطري. غادي نجيب هكذا واحد الطحانه فاش غادي نطحن، وغادي ندير فيها هكذا هاد القشور. غادي ندير هكذا واحد شويه ديال السنيده، دير غير واحد شويه باش يعاون في الطحين.
بعد ما تطحي. دابا غنحطو على جنب باش غادي نبداو دابا في التعصير ديال الليمون. او هنا من بعد ما كملت هذيك الكميه كلها ديال الليمون غادي نحاول هكذا نحيد هذه العظيمات وهذا الشيء ونصفيه، وغادي نزيدو على داك القشور اللي طحنت. نحاول نزيدو مازال واحد شويه ديال العصير الى بقى، ولكن بشرط انا ما نزيدو حتى نقطه ديال الماء، لان الماء هو اللي تيخليه يجمد. لا خص ديما ما نديروش الماء في الحاجه اللي ما بغيناهاش تجمد. صافي دابا غادي نزيدو السكر. بالنسبه للسكر انا قلت لكم عندي تقريبا 2 كيلو ديال الليمون، تقدر تكون زيد هكذا شي حبه ولا جوج. غادي نديرو كل كيلو ديال الليمون نديرو معاه كاسونس ديال السنيدة. دونك انا عندي 2 كيلو، ندير تقريبا شي 3 الكيسان. واللي بغى ينقص دائما ينقص الدوق ديال السكر، تيبقى دائما على حساب كل واحد وشحال بغى. وخا تيبان بانه الحلاوه كثيره، راه ما كثيراش، لانه هذا الكونسونطري، يعني هذاك لو زيست تيدير شويه ديال مرات الليمون. الا ما كانش السكر شويه زايد تجي شويه مر. يعني هكذا فاش نهزو منه باش انا نديرو به شي عصير، ما تنحتاجو ديك الساعه باش انا نزيدو السكر ولا والو، هو تتكون بالحلاوه ديالو كلشي ليه. صافي غادي نشدو ونغطيه هكذا بفيلم اليمونتير. صافي دابا هكذا غادي ندخلو للثلاجه، وغادي يبقى كذا مره مره كما تفكرتو. غادي ندير ليه بحال هكذا وندخل المعلقه ونحركو. صافي نعاود نسد عليه قلت لكم باش تكتب هذيك السنيده اللي فيه. ها هو هنا من بعد ما دوزت الليله كامله، صافي كتكون هكذا دار فيها السنيده ديالها. غادي نجيبو هكذا واحد شي حاجه باش نصفيو، وغادي ندوزو هكذا. صافي تنجيبو هكذا شي بواطا لي غادي نديروها في هاد الكونجيلاتور. صافي تنسدو ليها مزيان، حاول ما يدخلش ليها ولا والو. وصافي تنديروها في الكونجيلاتور وقت ما بغيناه خلاص، هو ما تيجمدش بزاف، تيبقى هكذاك. يعني بوسيبل تهز منه غير القياس اللي بغيتي، تهزي معلقه ولا جوج ديريهم في كاس كبير، ولا الا هكذا بديرو لترو ممكن ديرو فيه حتى تقريبا جهد نص كاس هكذا. كل كاس صغير ديال العنبه دار فيه ترو حتى لترو ونص، على حساب نتوما شحال تبغيو زعما لاسيديتي ديال الليمون ولا ديال الحامض. ممكن تزيدو هكدا البنان ولا التفاح ولا الفريز ولا المهم أي حاجة ممكن تزيدوها، وتيجي هكداك يعني سريع ودغيا تيوجد. وبالنسبة لهداك الشي اللي تيبقى
هاد لوزاز اللي تيبقى ما تنضيعوش تنجمعوه حتى هو هكذا، نقدروا نديروه في شي بواط وتنخليوه، ممكن نديروه هكذا في شي بسبوسه ولا ديروه في شي كيكه، المهم حتى هو تيطلق ديك النسمه ديال الحامض ولا الليمون على حسب شنو اللي مخليين. او على هاد الشكل تنديروه شي بويضه وتنسدو عليه وتندخلوه حتى هو الكونجيلاتور. هنايا عندي الكونسونطري ديال الحامض صايبته بنفس الطريقه، يعني حتى حاجه ما كاين حتى شي فرق بالقشره هكذاك، درت ليه لوزيست ديالو كلشي وطحنته وصفيته، ها هو تيجي على هاد الشكل. انا ديجا هزيت منه واحد المره كنت لحكه عليه وهزيت منه استعملته، دابا كي تشوفوا راه ما تيذوبش، يعني تهزو غير القياس اللي بغيتو، كي تشوفي يعني راه تهزي القياس زعما اللي بغيتي صافي وتحترقي بالباقي، يجي هكذا. صافي كان هذا هو الكونسونطري ديال الليمون وديال الحامض اللي درت معكم، نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هكذا نقول لكم بسلام عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله، خليت لكم الراحه وبسلام عليكم.